كما استنكر محافظ الأنبار محمد الحلبوسي قرار مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين بإلغاء أصوات الاقتراع المشروط للنازحين وأصوات أهالي قضاء القائم، وبين أنه سيتم الطعن بالقرار وفق السياقات القانونية، مشددا على أن من واجب مجلس المفوضين المنتدب من القضاة التدقيق والتوثق من الادعاءات والشكاوى قبل اتخاذ القرار، متهما إياهم بالمجاملة والاستجابة للضغوط السياسية بقصد حرمان ومصادرة أصوات دون وجه حق.